يعني ب سمم نفسي مسبقه يعني للهجوم، وكنا نحكي انه النقاد يمكن الكاتب اول ما يشوفه بيعرف انه هذا حيكتب له وهذا حيكتب ضده يعني قبل ما من الاسم. ولكن ولكن ممكن تطرح قضيه انه هاي الروايه مثلا دعوه للعولمه من الانظمه الغربيه، وانه الكاتب من خلالها يريد مجتمع مفتوح والعلاقات اللي كذا كذا. هو طبعا لا يؤيد حدوث الزنا كذا كذا، ولكنه يدعو لنمط يعني اعطاء البنات حريتهم اكثر بالجامعات بالمجتمع بهذا الامور، وتكلم بهذا كيد على المجتمع الانغلاق. المسألة الأساسية أنا أعتقد حق البني آدم في روحه وفقط واحد، وحق البني آدم في جسده أيضا، لأنه في كل شيء حق. في هناك دين هو اللي حاسب، هو لكن إنه واحد يجي جسد المرأة إله والمرأة إله قادر يتصرف بالطريقة ويقتل، لا أنا بالأخير ضده، وأنا ضد أي قيمة مش أنا لما كتبت الرواية بصراحة مثلا يعني أنا بعرف إن المجتمع منقسم حول هذا الموضوع، دليل إنه في جرائم قتل. لكن إذا كمان بتلاحظوا مثلا إنه حتى أمين ساعد في البداية، يعني مش إنه مساعد واللي هو الشخصية تقتلها، لكن في قوة اجتماعية يعني قوة العمل الدافعة وقوة الصمت اللي بالشرفات هو أساس القتل. لكن بصراحة أنا لما كتبت رواية كنت حابب أوحد الناس ضد جرائم القتل، مش إنه أرجع أشقهم من جديد حول هذه القضية اللي أصلاً منشقين بجرائم.